شرح كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى درس جديد من دروس المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم. سوف يتولى الشرح والتعليق على درس هذا الأسبوع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. سماحة الشيخ، وقف بنا الحديث في هذا الباب، في باب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه، عن أبي المليح ابن أسامة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وزاد أن تفترش. وعن معاوية بن أبي سفيان أنه قال لنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود النمور أن يركب عليها؟ قالوا: اللهم نعم. رواه أحمد وأبو داود. ولأحمد: أنشدكم الله، أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب صفف النمور؟ قالوا: نعم. قال: وأنا أشهد. وعن المقدام بن معدي كرب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والذهب ومياثر النمور. رواه أحمد والنسائي. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر. رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فهذه الأحاديث كلها تدل على تحريم استعمال جلود السباع، وأنه لا يحل افتراشها ولا الركوب عليها، وبذلك لا يجوز أيضا اندباؤها لأنه وسيلة إلى ذلك. ولعل الحكمة في ذلك والله أعلم أن افتراشها والجلوس عليها قد يفضي إلى التخلق بأخلاق تلك السباع من الظلم والجور والعدوان، فإن التلبس بجلوس على جلودها أو لباس جلود شيء من جلودها أو ما أشبه ذلك قد يفضي إلى أخلاقها. وبكل حال، فالواجب على المؤمن هو امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والحذر مما نهى عنه، فلا يجوز له افتراش جلود السباع كالنمر والأسد والذئب ونحو ذلك، ولا يجعلها أيضا في بيتك فراش أو لحاف أو على سيارته أو على دابته أو على جداره، كل ذلك ممنوع، لأن العلة واضحة. أما الذهب والحرير هذا حديثه معروف، الذهب يجوز للنساء، حلي النساء، والحرير للنساء، لقوله صلى الله عليه وسلم: وحل الذهب والحلي ناتي أمتي وحرم على ذكوري. أما الذكر لا، ليس له لبس الذهب لا خاتم ولا غيره، وليس له لبس الحرير الذكر إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة كما جاء في حديث عمر، شيء قليل كالزرار وخياط الشق والرقعة اليسيرة، أربع أصابع فأقل من الحرير للذكر. سماحة الشيخ أثابكم الله، الحذاء والفراء وغيرها القادمة من بلاد الكفار ما حكمها؟ إذا كان من جلود السباع لا تستعمل، إذا كان من جلود السباع فالواجب عدم استعمالها إلحاقا لها بالافتراش، أما إذا كان لا يعلم فيستعملها، إذا كان لا يعلم أنها من السباع فلا حرج، فالأصل السلامة والأصل الإباحة. وهل هناك فرق بين أهل الكتاب وغيرهم يا شيخ؟ هل هناك فرق بين أهل الكتاب وغيرهم؟ المقصود جلود السباع، إذا عرفنا جلود السباع سواء كانت قادمة من اليهود أو النصارى أو غيرهم أو من المسلمين، هذا كل اللحوم هي اللي فيها التفريق. نعم.
التفريق بين اللحوم، يباح طعام أهل الكتاب دون غيرهم، أما جلود السباع لا تباح سواء جاءت من يهود أو نصارى أو صعوها على المسلم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، فيما يتعلق بالجلود هل رميها يعتبر من الإسراف؟ بالنسبة للجلود هل رميها يعتبر من الإسراف؟ جلود السباع نعم لا يسلخها بالكلية، يحرم عليه سلخها، لا يتعب عليها مرة واحدة، إذا مات السبع يلقى يطرح ولا يقتله لأجلها، يقتله لشره، أما أن يقتل السر أسد أو النمر أو الذيب أو الهر ليأخذ جلده لا يجوز. أحسن الله إليكم. باب ما جاء في تطهير الدباغ. عن ابن عباس قال تصدق على مولاة لميمونة بشات فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها، رواه الجماعة. نعم. وفي لفظ لأحمد أن داجنا لميمونة ماتت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا انتفعتم بإهابها؟ ألا دبغتموه؟ فإنه ذكاته. وفي رواية لأحمد والدارقطني يطهرها الماء والقرض، رواه الدارقطني مع غيره، وقال هذه أسانيد صحة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أيما إهاب دبغ فقد طهر، رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي. وقال قال إسحاق عن النضر بن شميل إنما يقال إهاب لجلد ما يؤكل لحمه. وعن ابن عباس عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت ماتت لنا شات فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شنا، رواه أحمد والنسائي والبخاري. وقال إن سودة مكان عن. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن ينتفع بجلود الميتة إذا دبغت، رواه الخمسة إلا الترمذي. هذه الأحاديث كلها تدل على جواز الانتفاع بجلود الميتة إذا كانت الميتة مما يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم ونحو ذلك، فلا بأس أن يدبغ جلدها وينتفع به مثل ما قال صلى الله عليه وسلم إنما حرم عليكم أكلها، لكن الدباغ ذكاتها، ذكاة الجلد ذكاة الدباغ. فإذا ماتت شاة أو بقرة أو بعير ثم أخذوا جلده أو جلدة بقرة أو جلدة شاة ودبغوه فلا بأس، لقوله صلى الله عليه وسلم دبغ عليها فقد طهر، دباغ الجلد به طهورها، يطهرها الماء والقرض، القرض الدباغ الذي يذبغ به يقال له قرض بفتح الراء. هذه الأحاديث كلها تدل على أن جلود البيتة إذا كانت مأكولة فإن جلدها يباح استعماله بعد الدبغ، وهذا من تيسير الله ورحمته، كما أباح أكل أصلها إذا ذكي فهكذا الجلد إذا ذكي، إذا كانت الجلد دباغه. أما السباع فلا مثل ما تقدم، لأن الله حرم أكلها ولو ذبحت فهكذا جلدها تبع لها، لا يجوز دباغه ولا استعماله. أما هذه فالله أباحها إذا ذبحت تؤكل، فإذا ماتت فإن زكاة الجلد الدباغ، يعني تدباغ ويستعمل فراشا وغير ذلك. نعم. قد يسأل سائل سماحة الشيخ ويقول ما هو الدباغ؟ الدباغ القرض اللي سماها، شيء يدبغ به الجلد حتى يزول ما فيه من آثار الميتة، ما فيه من الآثار التي تزيل تمنع الانتفاع به، كل شيء يحصل به المقصود حتى يصلح الجلد ويكون صالحا لاستعماله قربة أو الجلوس عليه أو غير ذلك، يعني الدواء اللي يحصل به الدباغ سواء قرض أو غيره، ما يحصل به الدباغ من يكون الجلد يكون صالحا للافتراشة أو صالحا ليكون قربة صالحا ليكون شقاء إلى غير ذلك، هو تطهير له. أحسن الله إليكم، كيف نتأكد يا سماحة الشيخ بأن الجلد قد طهر؟ يعرف بالتجارب، يعرفون الدباغون أو يعرف بالتجارب، يعرفون هذا. نعم.
الدباغون يعرفون هذا. نعم. ما سبب خلاف العلماء في جلود الميتة سماحة الشيخ؟ سببه اطلاق بعض الأحاديث، لكن أحاديث السباع تبين أن مراد يدمى كل اللحم، والقاعدة أن الأحاديث يضم بعضها إلى بعض وفسر بعضها ببعض كالآيات الكريمات، فسر بعضها بعضا ويشرح بعضها بعضا. فلما نهى عن جلود السباع دل على أن جلود ما ليس بسبع وما كل اللحم يطرب الدباغ. باب تحريم أكل جلد الميتة وإن دبغ. عن ابن عباس قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة، فقالت: يا رسول الله، ماتت فلانة، تعني الشاة. فقال: فلولا أخذتم مسكها؟ قالوا: أنأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما قال الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، وأنتم لا تطعمونه، أن تدبغوه تنتفعوا به. فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته، فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها. رواه أحمد بإسناد صحيح. مثل ما تقدم، لما تدبغ للانتفاع بها في غير الأكل، تدبغ يمد فيها الماء، يمد فيها السويق، يمد فيها اللبن، تستعمل فيما ينفع الناس. أما أكلها لا، يعني ميتة، من جزء من الميتة فلا تؤكل. لو أراد يأكل الجلد يدبغ، يعني يطبخه، ما يجوز، أو يشويه ويأكل، ما يجوز. إنما تدبغ لينتفع بها من غير أكل، ينتفع بها في النبيذ فيها، في اتخاذها فراش، إلى غير ذلك. باب ما جاء في نسخ تطهير الدباغ. عن عبد الله بن عكيم قال: كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل وفاته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. رواه الخمسة. وللدارقطني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة: إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. وللبخاري في تاريخه عن عبد الله بن عكيم قال: حدثنا مشيخة لنا من جهينة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إليهم ألا تنتفعوا من الميتة بشيء. هذا الحديث عند أهل العلم مضطرب وليس بصحيح، بل اختلف الرواة في روايته، في رفعه ووقفه، في رواية عبد الله بن عكيم وعن مشايخه. هو حديث مضطرب، والأحاديث المتقدمة كلها صحيحة تدل على جواز الانتفاع بجلد الميتة بعد الدبغ. وأما حديث عبد الله بن عكيم فهو ضعيف لاضطرابه وشذوذه ومخالفته الأحاديث الصحيحة، لكن لو صح هو محمول على عدم الانتفاع بالجلد قبل الدبغ. لو صح وجب حمله على أنه لا ينتهى بالإهاب قبل الدبغ، أما بعد الدبغ فدلت الأحاديث الصحيحة السابقة على أنه على أنها حل. إذا دبغت الجلود، جلود الميتة المأكولة، فإن دبغها تطهر لها. أما حديث عبد الله بن عكيم فهو حديث ضعيف مضطرب يخالف الأحاديث الصحيحة فلا يعول عليه. سماحة الشيخ، ما هو تعريف النسخ؟ النسخ إذا تعرض دليلان ولم يعرف التاريخ، إذا تعرض دليلان وعلم التاريخ صار الآخر ناسخ المتقدم. إذا كان تعرض ولم يكن الجمع بينهما، تعذر الجمع بينهما وعرف المتأخر، فالمتأخر ينسخ المتقدم بأن يكون أحدهما يأمر والآخر ينهى، فالمتأخر ينسخ المتقدم إذا صح الحديثان ولم يكن الجمع بينهما وعرف المتأخر. هذا معنى النسخ، إذا بشرطين: أحدهما تعذر الجمع، والثاني أن يكون الأخير معلوما، فالأخير ينسخ المتقدم. سماحة الشيخ، يلجأ بعض أهل العلم إذا تعارض عنده حديثان يلجأ إلى النسخ، هل هذا مسلم؟ لا، ما يسلم إلا عند تعذر الجمع. أيوة. والعلم بالتاريخ لا بد من شرطين: أن يتعذر الجمع وأن يعلم التاريخ. مثل حديث الرسول أمر بالقيام عند مرور الجنازة ثم قعد،
أمر أنهى عن شرب قائم ثم شرب قائم، يجمع بينهما بأن النهي للكراهة، وكون جلس ولم يقم عندما مر الجنازة يدل على جواز، كون شرب قائم يدل على جواز، هذا يجمع بينهما ولا حاجة للنسخ. إذن سماحة الشيخ، هل هذا الحديث ناسخ لحديث الباب المتقدم؟ هذا ضعيف لا ينسخ، لو صح لكان يحمل على النهي عن جلودها قبل الدباغ. بالنسبة لسماحة الشيخ لسؤال، وهو هل تنسخ السنة القرآن الكريم؟ تخص ولا تنسخ، السنة تخص الكتاب ولا تنسخه، أما الكتاب هو ينسخ السنة ويخصها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. باب نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل لحمه إذا ذبح. عن سلمة بن الأكوع قال: لما أمس اليوم الذي فتحت عليهم فيه خيبر أوقدوا نيرانا كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما هذه النار؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا: على لحم. قال: على أي لحم؟ قالوا: على لحم الحمر الأنسية. فقال: أهرقوها واكسروها. فقال رجل: يا رسول الله، أو نهرقها ونغسلها؟ فقال: أو ذاك؟ وفي لفظ فقال: اغسلوا. وعن أنس قال: أصبنا من لحم الحمر، يعني يوم خيبر، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، فإنها رجس أو نجس. متفق عليه. هذا الحديث هو جاء في معناه يدل على تحريم لحوم الحمر الأهلية المعروفة، ولا يجب ذبحها للأكل ولا تحل لحومها وهي نجسة، لأن الله إنما أباح ركوبها والانتفاع بها، أما أكلها فلا، هي حرام، تركب وتستعمل، ولكن لا يجوز ذبحها للأكل لأنها محرمة بالأكل، وبولها نجس وروثها نجس، إنما أباح الله ركوبها والانتفاع بها. ولما ذبحوها يوم خيبر أمره صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور وغسلها، وفي لفظ اكسروها، ثم سألوه أن يغسلوها فقال اغسلوها، وشدد في هذا عليه الصلاة والسلام، فهي رجس، سماها النبي رجس يعني حرام النجسة، هي نجسة اللحم والبول والروث واللماء، لكن الله أباح ركوبها، فلا بأس يركب الحمار ولا بأس يركب البغل، ولكن لحمه حرام، البغل والحمار جميعا، لحديث الصحيح الواردة في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، لحوم الحمر الأهلية قبل التحريم هل كانت طاهرة ثم تنجست بعد التحريم؟ المعروف فيها المحرمة بالأصل، ما أبيحت من الأصل وهي محرمة، هذه الحمر الوحشية التي هي يسمى بقر الوحش، نعم، وبعضهم يسميها الوضيحي، هذه محرمة حلال مرية، لها تخالفها الحمر هذه في اللون والصورة، هذه الحمر الوحشية صيد، أما الحمر الأهلية المعروفة هذه فهي محرمة ونجسة، كان الناس يستعملونها في الركوب وفي السني عليها على سقي النخيل، ثم لما جاءت المكاين استغنوا عنها، وجاءت السيارات استغنوا عنها، فهي محرمة الأكل، محرمة نجسة البول والغائط، نجسة اللحوم، ولهذا لما نحرها المسلمون يوم خيبر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور وأصلها، وأخبر أنها نجسة، أما الحمر الوحشية فهي صيد. نعم. المضطر إذا وجد حيوانا مما يحل بالذكاة ولكنه ميت، ووجد حمارا أهليا حيا، هل يقدم أكل الحمار أم الميتة؟ إذا كان مضطر يأكل من الميتة، الله أباح له الميتة ولا يذبح الحمار الحي، الحي ينتفع به ولكن ينتفع من الميتة. نعم. سماحة الشيخ، ما مقدار ما يأكله المضطر من الميتة؟ ما يسد حاجته، ما يسد جوعه. نعم. أبواب الأواني. باب ما جاء في آنية الذهب والفضة. عن حذيفة قال:
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، متفق عليه. وعن أمي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، متفق عليه. ولمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة. وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي يشرب في إناء فضة كأنما يجرجر في بطنه نارا، رواه أحمد وابن ماجة. وعن البراء بن عازب قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب في الفضة، فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة، مختصر من مسلم. هذه الأحاديث تدل على تحريم استعمال أواني الذهب والفضة، وهذا عام للرجال والنساء جميعا، إنما أباح الله للنساء الحلية، حلية الذهب والفضة، أما الأواني فهي محرمة على الجميع، لا يجوز للرجل ولا للمرأة لبس الذهب استعمال أواني الذهب والفضة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في أواني الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا يعني كفرة ولكم في الآخرة. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرز في نار جهنم. وفي اللفظ الآخر: الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرز في نار جهنم. فالواجب على المسلمين الحذر من ذلك، وأن لا يجوز للمسلم أن يشرب في أواني الذهب والفضة ولا يأكل فيها، حتى البيعلة الكوب الذي يشرب فيه الشاهي لا يجوز، وحتى الملعقة لا تجوز من الذهب والفضة، الملعقة والكوب الشاهي والفناجيل يجب أن تكون من غير الذهب والفضة، ولا يجوز أن تستعمل أواني الذهب والفضة لا للرجال ولا للنساء، ولا أكوابها من الشاي ولا غيره، ولا أكواب القهوة ولا ملاعق، كلها لا تجوز لا من الذهب ولا من الفضة، لأن الرسول حرم ذلك وأخبر أنها لكفار في الدنيا وأنها في الآخرة. سماحة الشيخ، ما مناسبة ذكر هذا الباب في كتاب الطهارة؟ لأنها الأواني لأنها تستعمل، الأواني يستعملها الإنسان في الوضوء في الغسل، فناسب ذكرها في الطهارة حتى لا يكون في الباب إناء من فضة ولا إناء من ذهب للوضوء ولا الغسل. سماحة الشيخ، النهي عن استعمال الذهب هل هو خاص بالرجال أم تدخل فيه النساء؟ يعم الجميع، الرجال والنساء. الأواني إنما يباح للنساء الحلي، قلائد والأسورة وأشبه ذلك، أما الأواني والملاعق والفناجيل والأكوام كلها تحرم على الجميع، الرجال والنساء، نعم الأجلة. سماحة الشيخ، بعض النساء تستخدم ساعات غالية الثمن، هل في استعمالها سرف وتبذير؟ على كل حال استعمالها لا حرج فيه للنساء والرجال، لكن إذا كانت من ذهب وفضة للنساء خاصة، والأحوط للمؤمن عدم التكلف لأن يقع في الإسراف، الأحوط للنساء والرجال عدم التكلف في الأمور. وإذا كانت ساعات عادية بين النساء فليس من السرف، إذا كانت عادية، أما كون المرأة تحرص على أشياء تفوق بها الناس غالية الأثمان ينبغي تركه، يخشى عليها أن يكون هذا من السرف والتبذير، يخشى عليها من ذلك. فالأحوط هو استعمال الساعات العادية بين النساء، لا تزيد عليهن، تكون تستعمل الساعات العادية والملابس العادية التي عرفها الناس، هذا هو الأحوط المؤمن، عدم التكلف، والمؤمنة كذلك. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، يذكر بعض العلماء الحكمة من تحريم استعمال الذهب، هل هذه الأحكام صحيحة؟ بعضهم يقول للفخر والخيلاء، بعضهم يقول لغير ذلك، والأقرب أنه للشبه، الرسول قال: فإن له في الدنيا لكم في الآخرة، فالأقرب من العلة هو لمنع تشبه الكفار، لأن الكفار يتساهلون في الذهب والفضة ويتساهلون في استعمالها، فالأقرب والله أعلم أن العلة منع التشبه بالكفار في استعمال الأواني أواني الذهب والفضة، ولأن فيها نوع من الإسراف ونوع من التبذير لا حاجة إليها مع غلائها، في إمكان الإنسان يستعمل الأواني الأخرى من الحديد والنحاس
الألوان المواد الأخرى من دون حاجة للذهب والفضة. وفي شيء من التكلف والسرف، فمن رحمة الله ومن إحسانه إلى عباده أن حرم عليهم استعمال أواني الذهب والفضة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، ما الفرق بين الإناء والصفحة أو الصحفة؟ كلها أواني، الصحفة إناء والكوب إناء والفنجان إناء، إنما أشبه عرفية. نعم. الإناء هو ما يستعمل فيه الماء والأكل ونحو ذلك، سواء كان صغير أو كبير. فالكوب إناء والفنجان إناء يستعمل في حاجات، والملعقة إناء يستعمل فيها، لكن لها أسماء خاصة، سميت بأسماء خاصة في عرف الناس. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هل استخدام الفضة مثل الذهب في التحريم أم هو أخف؟ الذهب أشد، الذهب أشد في التحريم، وليس مثل الفضة أسهل، ولهذا جاز من الفضة ما لا يجوز. يجوز للرجل يتختم بخاتم الفضة، وليس له يتختم بخاتم الذهب، ويجوز أن يشد القدح المنكسر بشيء من الفضة دون الذهب، فالمقصود أن الذهب أشد. بقي سؤال في هذا الباب سماحة الشيخ لعلكم تأذنون لنا به، وهو بالنسبة سماحة الشيخ إلى لبس الدبلة من الذهب بالنسبة للرجال، ما حكمها؟ لا يجوز لبس الدبلة للرجال من الذهب، لأن الرسول نهى أن تختم بالذهب، ولما رأى رجل في يده خاتم طرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعه في يده، رواه مسلم الصحيح، ونهى في الصحيحين من حديث المرأة عن التختم بالذهب، فلا يجوز التختم بالذهب سواء سمي دبلة أو غير أو سمي دبلة. ثم التختم بالدبلة أيضا فيه تشبه بالكفار، يعني عادة جاءت من الكفار، فلا ينبغي استعمالها لا من الذهب ولا من غيرها. شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.